بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ومائل الحرارة على جنوب سيناء وده على أغلب الأنحاء. وخلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، طمنينا أخبار الطقس إيه النهاردة وإيه المناطق اللي هيكون فيها فرص أمطار؟ احنا طبعا بدانا استقرار في حاله في الاحوال الجويه من امس على معظم محافظات الجمهوريه، وده مكمل معانا اليوم. استقرار تام في الاحوال الجويه في معظم المحافظات، اعتدال في سرعات الرياح ايضا في معظم المحافظات، هيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي، هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس وتلاشي فرص سقوط الامطار من على كافه مناطق الجمهوريه. فاليوم ما فيش اي فرص لسقوط الامطار في اي منطقه من مناطق الجمهوريه، الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير، درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في هذا الوقت من العام. العظمى على القاهره الكبرى متوقعه اليوم خلال فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره 26 درجه مئويه، فبالتالي احساس بالطقس طقس معتدل تماما على اغلب محافظات الجمهوريه وخاصه في المناطق الشماليه، لكن مع غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحراره، والانخفاض ده محسوس اكثر وملموس في ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. صحيح. الاوقات دي هنحس فيها بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، اجواء من بارده الى مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه المحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، الاماكن المفتوحه، المدن الجديده، الاماكن دي بتحس بالبروده اكثر، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير من نوعيه الملابس خلال الايام المقبله، لان هيستمر معانا انخفاض قيم درجات الحراره خلال فترات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر خلال الايام المقبله باذن الله. الظاهره الجويه المؤثره معانا في الفتره دي هي الشبوره المائيه، وبتظهر طبعا على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، ما فيش منها اي تاثير ان شاء الله على حركه المرور، وبتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. وان شاء الله متوقع ان الاحوال الجويه دي تفضل مستقره حتى مطلع الاسبوع القادم باذن الله. تقرر في الاحوال الجويه فقط، بس هي النصيحه والتحذير من نوعيه الملابس، احنا لازم نصطحب معانا جاكيت واحنا خارجين فترات المتاخر او فترات الصباح الباكر. اكيد. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد. هنراجع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره النهارده في القاهره والمحافظات. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16 والعاصمة الإدارية 27-16، في الإسكندرية 25-15 والعلمين الجديدة 24-15، مطروح 26-14 ودمياط 24-16، بورسعيد 24-16 والإسماعيلية 27-15، في السويس العظمى 26-17 وفي العريش 25-14، في كاترين 20-8 وفي طابة 24-16، حلايب 28-20، شلاتين 29-19، شرم الشيخ 29-19 والغردقة 28-18. أما في الفيوم فدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16 وفي بني سويف 26-14، الوادي الجديد 27-11 وأسيوط 27-11، سوهاج 27-13 وقنا 27-14، الأقصر 28-13 وأسوان 28-14. عودة مرة تانية ليكم محمد وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا.